دون ننتقل كمان رح يكون معنا اتصال هاتفي عضو كتلة المستقبل النيابية الدكتور عاصم عراجي من شتورة من البقاع. مساء الخير دكتور عراجي. مساء النور لك ولضيوفك دكتور عاصم والاستاذ اسعد بشارة وللست ليال. مساء النور. خليني بلش معك من نقطة أثيرت بهذه النقاش، البعض يحمل ومنهم اليوم الرئيس نبيه بري الرئيس سعد الحريري أنه مش على خاطره لازم يصرف أعمال، وهناك انتقاد للرئيس سعد الحريري أنه ما عم بيصرف أعمال. أول شيء يعني أنا اللي بدي أقوله أنه نحن هلأ بوقت كتير صعب، يعني بوقت الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي والاجتماعي للناس وقت كتير كتير صعب وكتير حرج، ونحن عم نشوف على التلفزيونات قديش عم بيصير في مشاكل، وانا بقول لك قديش هلا في مشاكل بقصه الادويه وبقصه الطبابه والاستشفاء والمستلزمات الطبيه. هذا بيفترض يصرف اعمال الرئيس سعد الحريري. صحيح صحيح. هلا الرئيس الحريري بالطبع طلع تعميم وقال لكل الوزراء انه مشان يصرفوا الاعمال. بس استاذ بس بيصرف لازم يكون على راس موجود. ايوه الاهم انه نشكل حكومه ولا انه حكومه تصريف اعمال؟ نحن بامس الحاجه فيهم يكونوا بالتوازي دكتور، هن ما بينتقل مشان هيك الدستور نص على تصريف الاعمال ريثما تشكل الحكومه الجديده. الرئيس الحريري راجع، يعني مش مطول وراجع الرئيس الحريري. امتين راجع الرئيس سعد الحريري؟ يعني بتعرف في دواعي امنيه مش حنقدر نقول، بس الرئيس الحريري راجع. والرئيس الحريري نحن بنرجع بنقول انه الحكي انه الوزير الاصيل مش اهم من انه وزير يكون عم يصرف اعمال، لانه تصريف الاعمال في الحدود الدنيا، يعني حسب الدستور هو تصريف اعمال بالحدود الضيقه الحدود الضيقه. تمام. وعشان هيك نحن لما الرئيس المكلف حسين دياب قال من قدام بيت الرئيس تمام سلام انه بده 4 لـ6 أسابيع ليشكل الحكومه، نحن بالاستشارات النيابيه لما رحنا انا رحت من ضمن وفد كتله المستقبل وقلنا له للرئيس المكلف انه ليش بدك 4 لـ6 أسابيع ما دام الحكومه من لون واحد، يعني فيك تشكلها بعد 10 أيام بعد اسبوع، لانه انت عم تشكل حكومه من لون واحد. تبين انه عم يحطوا له عرقيل للرئيس المكلف اللي هن كليتهم من فريق واحد، يعني الظاهر في مشاكل على قصه توزيع الحصص ضمن الحكومه. برايك اليوم ما كان يصح قبل اغتيال اللواء قاسم سليماني لم يعد يصح اليوم، وهل صحيح بحسب ما ذكر ايضا الان النائب قاسم هاشم انه في تواصل بين الرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري، وهل يقبل الرئيس سعد الحريري فيما لو اعتذر الدكتور دياب العوده لرئاسه الحكومه؟ استاذ رامز، الاتصالات بين الرئيس الحريري والرئيس دوله الرئيس نبيه بري ما انقطعت ابدا، انت بتعرف على الصعيد الشخصي وحتى على الصعيد هذا السياسي الرئيس بري يكون الرئيس الحريري مكانه خاصه له، وكمان الرئيس بري كمان نفس الشيء، العلاقه الشخصيه والعلاقه هذه كثير ممتازه بيناتهم. هلا الرئيس الحريري هلا بالنسبه اذا يعني هلا يعني الرئيس الحريري احرج فاخرج، ليه؟ لانه الرئيس الحريري لما اجى قال انا بدي اشكل حكومه تكنوقراط مستقلين واختصاصيين ما وافقوا، فعشان هيك عطوا لحسام دياب ما عطوا للرئيس الحريري، لان يعني عطوه اول شيء اللي كان هيك مفترض، لانه اعتبروا انه منه اختصاصي، يعني اليوم رئيس الحريري من ضمن هذه الطبقه اللي طلبت الناس برحيله، اللي كان مفترض انه يعطوه لحسام دياب، وهذا اللي سمعته منه انا. حسام دياب مستقل والرئيس سعد الحريري ليس بكذلك. لا بس ما تنسى انت رئيس حكومه مش تحطه مثلا شو اسمه رئيس تيار، يعني انا لما حطوا معادله جبران بصير مقابل سعد الحريري هيدي شغله، يعني هيدي اثاره الشارع، يعني مش كل ما تفتكر انه والله بس انه جماعه المستقبل يعني هم اللي كانوا يعني مستائين من هالمعادله هيدي، يعني الشارع خلينا نحكيها بشكل واضح، يعني لما تحط انت مع احترامنا لمعالي الوزير جبران باسيل وانه هو رئيس طيار سياسي كبير بالبلد وعنده اكبر كتله نيابيه، بس ما فيك تحط المعادله انت جبران باسيل مقابل الرئيس الحريري، هيدي عم بيوافقك فيها الدكتور هاشم هون زميلك بالمجلس، عم بيوافقك فيها بموضوع الرؤساء الثلاثه، الموضوع مختلف عن الوزراء حكما، يعني ما في لانه في خصوصيه بالبلد اليوم ما فينا نتهرب منها، لو كنا فعلا نحن في يعني انتم ضد معادله اللي كانت جبران باسيل مقابل الرئيس سعد الحريري؟ لا ما في تحط نفس انا هذا وزير ورئيس حكومه، بس خليك معي انا بتهيألي موقع ما في تفضل دكتور عراج. انا بتهيألي دكتور قاسم بيوافق على قصه انه كمان ما بعرف
انا بس بتهيألي يمكن بتحليلي هيك او هذا، انه كمان دكتور قاسم ما بيوافق كمان انه يكون رئيس الحريري في معادله مقابل صحيح وافق الرأي. طيب خليني، هذا صار قديم يعني صار ورانا النقاش، النقاش اليوم انه الرئيس نبيه بري، هل في تواصل بينكم انه بحديث لعوده لحكومه سياسيه وفتح الرئيس سعد الحريري بامكانيه مشاركه تيار المستقبل اقله بالحكومه يعني اذا ما كان هو على راسها؟ لا لا لا، نحن اخذين قرار انه لا نحن لا سمينا لا لا بعد لا بعد اغتيال، هيدا قبل اغتيال اللواء قاسم سليماني، بعد التطورات حتى بالمنطقه حكي الرئيس نبيه بري على مساله لم الشمل. حتى هلا نحن بعدنا اخذين نفس القرار انه نحن لا شاركنا بالتسميه ولا حنشارك بالتشكيل ولا حنشارك باعطاء الثقه لحكومه الرئيس المكلف حسان دياب. يعني نحن هن حكومه لون واحد، يعني ممكن يشكلوا حكومه باسرع وقت ويعملوا حكومه ويبلشوا يشتغلوا. شو المانع اللي برايك ما عم بيشكلوا هلا؟ انا بتهيألي في خلاف بيناتهم، يعني هذا في يعني ظاهر في خلاف، ظاهر في خلاف بين فخامه الرئيس ومعالي الوزير جبران باسيل والثنائي الشيعي، يعني في احتمال كبير انه يكون في خلاف انه بيناتهم على قصه انه ما بعد هلا هالمشاكل اللي صارت بعد تسميه الرئيس المكلف حسان دياب، ورجعوا لنغمه انه التكنو سياسيه. يعني هلا الرئيس حسان دياب صار محرج، هو اجى على اساس انه حكومه تكنوقراط واختصاصيين، هلا نقلت القصه لحكومه تكنوسياسيين. طب ادعموا لشكل يعني حكومه اختصاصيين لمين؟ للرئيس الرئيس دياب. بتعرف يعني هذا البلد، يعني هذا راينا نحن انه إيه ليش ما بتدعموه؟ ليش مش من هذه من ضمن الفرضيات؟ طبعا نحن بالطبع نحن يعني كان 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 نحن للرئيس الحريري كان هو بالنسبه لنا كنا بتعرف انت كنا بدنا نسمي الرئيس الحريري قبل ما تصير طب ما سميتوه، واليوم الرئيس حسان دياب متمسك بحكومه اختصاصيين يلي هي انتم طالبينها، انتم عندكم مساله شخصيه بس، وليش ما بتدعموه بوجه هذه القوى اللي عم بتقول وبتقولوا له نحن حدك شكل حكومه اختصاصيه؟ انت بتعرف نحن راينا انه شو اسمه يعني الحكومه التكنوقراط واختصاصيين ومستقلين، ان احنا كنا بنفضل الرئيس الحريري. هي مسألة شخص يعني، هي بشخصانية الموضوع ابدا، بس نحن بنقول انه المرحلة هيدي كان بدها شخص مثل الرئيس الحريري. شو بيفرق مقدرات الرئيس اليوم اذا الدكتور حسان دياب شكل على رأس حكومة اختصاصية؟ لا معلش خلينا نكون شو اسمه واضحين، الرئيس الحريري عنده اتصالات دولية، عنده اتصالات عربية، انت بتعرف الوضع الاقتصادي قديش شو فادتنا بالمرحلة السابقة هذه ال نعم شو فادتنا بالمرحلة السابقة هدول العلاقات الدولية والإقليمية اللي عم تحكي عنها؟ وصلتنا بمحل معين وكان على رأس هذه الحكومة سعد الحريري، نحن اليوم وصلنا لهذا الانهيار. ست ليالي أنت برأيك أنه الرئيس الحريري هو المسؤول الوحيد؟ أكيد لا. طبعا ما هي في الحكومة المؤلفة كانت حكومة وحدة وطنية كل هالفترة هيدي كانت كان حكومة وحدة وطنية، بس كان على رأسها رئيس سعد الحريري، والعلاقات الدولية اللي عم تحكي عنها وعن أهميتها ما وصلتنا لأي نتيجة، رحنا على صدر لهلأ نحن ما شفنا ولا شيء من صدر، يعني شو فدتنا هذه؟ ما هي هو رئيس الحريري ست ليال كان عم بيقول انا بدي شكل حكومه تكنوقراط اختصاصيين ومستقلين لانه كان بدي اقوم باصلاحات، يعني انا بدي اعمل اصلاحات. من قبل كان عم يحكي باصلاحات، من قبل صدر، رحنا على صدر على مبدا الاصلاحات نحن. صحيح. وتشكلت حكومه جديده ونعمل انتخابات نيابيه وما شفنا اي اصلاحات. بتعرفي لانه مشان هيك الرئيس الحريري عم بيقول انا بدي اعمل حكومه اختصاصيه مش سياسيه، لانه حكومه الحكومه السابقه او الحكومه المستقيله هلا يعني ما قدرت عملت اي اصلاح بسبب المناكفات السياسيه الموجوده من الاطراف السياسيه. خليني اسالك عشان هيك الرئيس الحريري عم بيقول يا اخي انا بشكل حكومه اختصاصيه لمده 6 شهور بعمل محاوله انقاذيه، ومثل ما كان عم بيقول انه بنعمل قانون انتخاب جديد بصير في انتخابات نيابيه مبكره. دكتور عراجي خليني اسالك سؤال، اليوم عم حكيت حضرتك انه الفريق الواحد او اللون الواحد عم بعرقل عمل رئيس الحكومه المكلف حسان دياب. صحيح. هل هذا طيب السؤال المباشر، هل هذا شراء وقت لعوده الرئيس الحريري لرئاسه الحكومه والتي طبعا لن تكون حكومه تكنوقراط؟ لا انا ما بتهيألي هن يعني لو كان يعني من اول الطريق كان يعني بدهم الرئيس الحريري كان في اطراف سمته، بس انه كان في عمليه اخراج للرئيس الحريري يعني اخراج بالطبع. انا هو قرر
يعني لا لا فعليا قدموا له كل شيء وهو قرر انه يكون خارج هذه المعادله. اللي خذلتكم القوات اللبنانيه ليش ما بتصوبوا عليها؟ عم بتصوبوا بيقولوا لكم على الثنائي الشيعي وعلى الاسلام. بصراحه استاذ رامز بصراحه خلينا نحكي بصراحه نحن في عندنا عتب على القوات اللبنانيه. بس عتب انا ما عم بعمل خلاف بس انه البعض هي اللي خذلتكم انتم بعد ما بطلت سميتوا صرتوا تصوبوا على الرئيس بري يلي قال لك الدكتور عزم قدم له لبن للعصفور. انا 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 بقول انا بقول لك اياها بصراحه وانا قلت عده وسائل اعلاميه اكثر واحد كان صادق مع الرئيس الحريري هو الرئيس بري. اكون واضح واكون صريح، الرئيس بري اكثر واحد كان صادق مع الرئيس الحريري، بس الرئيس الحريري في عده قوى سياسيه احرجته فاخرجته للرئيس حلفائه. يعني القوات اللبنانيه هن اللي اخرجوه يعني مش حلفائه. ليش التيار الوطني شو؟ التيار الوطني اللي عمل معه التسوي ودفع ثمنها الرئيس الحريري. ما خليته ما بقيته فيه للتيار الوطني الحر، كيف بده يرجع يسميه كان؟ نعم ما يعني ما خليته ما بقيته فيه للتيار الوطني الحر، كيف كان بده يرجع يسمي الرئيس سعد الحريري؟ طيب ما هن هن كمان تركوا للصلح محلهم. يعني في امكانيه طيب ترجع الصلح اليوم؟ نعم اليوم اذا خليني اسالك سؤال بطريقه اخرى، اليوم اذا نظرا للظروف يعني البعض اليوم عم بفوت من مدخل جديد، يعني في معطى جديد بالبلد اعاد هذا الحراك السياسي هو اغتيال اللواء قاسم سليماني، وعليه تقول المعلومات انه الرئيس نبيه بري الان يعمل وان بطريقه غير مباشره على يعني حكومه سياسيه، اذا ما لم يقبل الدكتور دياب بهذا الموضوع بالتالي الخيار والارجحيه ان يكون سعد الحريري، هل يقبل سعد الحريري اليوم نظرا للمعطى الجديد يعني بالمنطقه ترأس حكومه يعمل عليها الرئيس نبيه بري بحكومه تكنو سياسيه؟ لا نحن حكومة تكنو سياسية نحن من أول الطريق رفضناها، نحن عم نقول حكومة تكنوقراط اختصاصية مستقلين، هذا اللي نحن عم نقوله. يعني ما غير شيء المعطى بالنسبة لإلكم يعني؟ لا بالنسبة لنا ما تغير شيء، بعد هو الرئيس الحريري أو بعد كتلة المستقبل بآخر اجتماع عملناه كنا عم نحكي إنه نحن بعدنا مع حكومة تكنوقراط مستقلين. لكن لازم تكونوا عن جد لازم تكونوا مع حسان دياب، والله هو هيك بده، دعموه بما انه الثنائي برايك عم يعرقل له، دعموه انتم. يعني نعملها نكاية اوليك. انا هيك يعني شايفه انكم هي ماشي بس فراحة. هي اذا الرجل متمسك باختصاصيين مستقلين ويبدو اذا صار وصل لخلاف مع القوى الاخرى، انتم ما كان عنده مشكل الرئيس سعد الحريري حتى لما نفتح باسم الرجل باسم الدكتور حسان دياب ابدا ايجابيه يعني. بالعكس لا الرئيس ليجيبوا وزير بحكومته. لحظه كان عم بيقول دكتور قاسم هاشم انه كان يرغب ان يكون وزير بحكومه الرئيس سعد الحريري. هلا في فرق يمكن ما عندي هالمعلومه هيدي دكتور قاسم ما بعرف يمكن معلوماته قويه دكتور قاسم بس لا ما تعرف دكتور قاسم في علاقه عنده مصادر في بيت الوسط كان لا في علاقه ممتازه بينه وبينه دكتور قاسم يعني بعض في قرابة بالنص صهره طلع قرابة العائله سوا اوكي ممتاز طيب خليني بعد اسالك بس بعد سؤال هل راح يحضر الرئيس سعد الحريري جلسات الموازنه او معتكف؟ حد معلوماتي بده يحضر بالطبع الرئيس الحريري يعني بالنسبه للموازنه بتعرف نحن هيدي شغله كثير مهمه قصه الموازنه والرئيس الحريري الرئيس بري يعني حكي معه مثل ما تفضل وقال الدكتور قاسم حكي معه للرئيس الحريري بس ما بعرف شو كان جوابه الرئيس الحريري لانه دكتور قاسم هاشم بنقل عن الرئيس نبيه بري قوله انه الرئيس الحريري وعده بحضور هالجلسه يعني انا حسب معلوماتي انه صار في وعد بس اصلا انتم كنواب اليوم البعض عم يتهمكم يا دكتور انا هيدي بتصح عليكم اثنين يعني من كتلة تنمية التحرير وكل الكتل انه اصلا انتم عم تناقشوا موازنة صار شيء سريالي يعني او شيء تغيرت كل الامور اللي على الورقة والقلم والايرادات وكل شيء وعم تناقشوا موازنة معدة قبل يعني فخدنا بعين شو صحيح وكيف رح تناقشوا هيك موازنة اذا بتسمح بس قبل لانه بس استطرادا على اللي عم تقوله غير انه هيدي الموازنه صارت ناقصه، هيدي موازنه المجتمع الدولي باخر اجتماع بباريس رفضها بشكل تام وطلب منكم اعداد موازنه جديده، سكرتوا دينيكم على المجتمع الدولي وتابعتوا بهيدي الموازنه. يعني بتعرفي انت قديش الفرق؟ بتعرفي قديش الفرق بين هلا بالايرادات؟ ما عم بقول لك في فرق كبير صار على الورق والقلم شو بدي في 4 مليارات في 4 مليارات انتم عم تناقشوا موازنه طبعًا. يعني في 4 مليارات دولار فرق إيه بس ما كيف عم كيف راح تناقشوا موازنه بهالشكل؟ كنتوا عم تناقشوها باللجان على هالاساس باللجان خلصوها لا خلصوها باللجان خلصوها بس خلصوها بفرق هيدي الايرادات
بس انه في ما صحيح يعني في فرق كبير في 6000 يعني حوالي 6000 مليار يعني ما في داعي لها. وشو في داعي للنقاش؟ كيف كيف عم تناقش يعني. تم تخفيض النفقات حتى يعني ايه؟ حتى باخر بدي اشوف صوته على الموازنه. تم تخفيض النفقات انا تبعته صار في 1000 مليار بس بالنفقات ايه. اخر 1000 مليار تم طبعا تخفيضهم باخر شيء 973 مليار مليون. فاليوم لا، موضوع الموازنة موضوع آخر، في ضرورة. نحن بتعرف يعني بالدستور آخر الشهر 31 كانون آخر مهلة، بس الضرورات لا تبيح يعني مناقشة موازنة. بلا في فرق في ضرورة في بس بتغيروا في الأصول، بس بتعملوا موازنة جديدة. لا لا إلا على أن نحن صار في تعديلات كتير. أوكي. تخفيض كتير بالنفقات بكل أبواب الموازنة بكل الوزارات بدون كمان، لأنه كمان نحن كان في أخذ بعين الاعتبار الايرادات وحجم الايرادات اللي تراجعت كثير، بس مرفوضه كليا من المجتمع. انا بدي اشكرك دكتور عاصم عراجي، شكرا لك على هيدي المداخله. شكرا لك استاذ رامي، شكرا لك. بس فتحت باب